وطريق لغو قرابته ورق حريفينه أي أجن بذي طريق لغو قراب لها لون أي معها أي صوهلين ومد وقدح قرابنا هواي مولد كذكاء لقاء احتفال كيد بلدج سمايا وعيكو صليان نبيجان أمانة إن صلى الله عليه وسلم جعل كنبيجا أيام بنان كصوت لقين هذه مركّة مسألة دي أصل كذا اللي سلّق وقول يهي أهد نبيجا جعل كيسة إنه يهي الدين إنه يهي واجب محان كو صلينا نقاب كين نبيجا أمانة إنه محبة إسمه أهل السنة وحي أموجيان وحي ليهين وأصل أؤه آيادها قرآن كريم كان معناها إتلمام أيام وإن تطيعوه تهتدوا هذا النبي محمد راعدين صلى الله عليه وسلم أسقى الدعدين وهنون السنة وقت الصح آيات قادس ما من شيء يعني ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بين لكم النبي كسوغان صلى الله عليه وسلم إنه يري مجيرو أو مهارين وباقي معها شيء جنة أدوية قفك مركو السمايو نارنا كفوية إلا بينا لكم والذين عدي هذه مركا هدف كأويهي محبة النبي هل حقيقي صلى الله عليه وسلم هل الله موجيو قاعدة كإنطلاق ذات باهنتهي وأددال كأقول نم أتقص ليسو وأنا أتقص ليسا مركا نبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل في سدتك السقع بري عمر بن الخطاب نبي أسوق عنده كهيا معلين صلى الله عليه وسلم أي عمر روح كويل النبي الله وحو البعض أن كاجع على هاي مركب نفتي ذا الجهر يبو نبي هو كديد جعلك أنت سل لا يا ابن الخطاب كويل ما جعلك الجهر ربع أنت اسمه وكبدي إلى هذا نفتك وجرت أي أنا جعلك أنا قديق بتاع إلى أوبته إيمان كيل الجهر ربع ما هذا جاري نفتي سودي بمراجع عمر مركز كويري الآن رسول الله هدى حتى نفتي ذوق عاجع نبيك مركز كويري الآن يا عمر هدى رسول قرت ماشي الجر وحي أهل السنة قوان جعل كنبيك صلى الله عليه وسلم أمان كنبيك إن لقوم موجية طريق النبي قدرت أكو براي سحابة هل كاسن لقوم موجية وعليه قوام السنة كتاب كيسة الحجة في بيان المحجة واعلم سوادتك أهل السنة الله هضليا واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هذا أقاتين أنك إيا مبتدعة سهدنت أنك لصعدة مسألة العقل ومسألة لنا مسألة العقل مركز سيعد وعائتها وعين فإنهم أسسوا دينهم يا دين كذا وحيكو صليين يا فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا وحل سو نقليه ادلدانا وحي كدغين تبع عقلك اصل الله قفكو سدا او مركاس عقلكيسا كاركو ايو قصمينايا مر هدو مبتدع يحي وحو الهي بنوينا لكن هدو سني يحي محير واما اهل السنه ها اهل السنه فانهم قالوا الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع تزويد دين كأصل وحقه وعلى قصور هري نبي قال نصوبا صلى الله عليه وسلم دين كلا يوصل لبين نبي عقلنا أستقاص دبجوجا عقلك مهم ديسو ما هن إن غيب كله أجاده سهدين يحد وسدف دافع كرين ولي هذا أنت أفر بقوله كيلومتر استأكتو أو أدون كطاش كهو إن قالته لباتن بطريقة كوريدو أو كيالك أدون كهو إن أرجع شتي أتفسو أترى أفر تبغوله كيلومتر وأنا أجيدا والله هو إنه سدافين ماشي لو بطلق عليه ترى يحدو لي عقله ما جاري كرو إن غيب كله أجاده أو حلو بطلق عليه إنه نصوص ترعى لو بطلق إيه لو فهمه دين كيله يسوي دجيء يعصب الدين منه لكن ذاك الطريق أسكال له هذاي عقلي مرجع كدك تي مركى النبي أمانة يا قاعدة إليه أيقون قاعدة إليه قاعدة أسنوع أدجيء بوصيري شيطان أدجيء لكن بوصيري أي كنا سجلي هاي برديس دعم الدعاء هن صار في نبيهم و
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي يا مرحبا نبي أمانة يسوع قولك إن النصارى إسك إلهي أو أها وإن إلهي وحي أنت كصهرة يا احتكم أدو أتشو سيدا أدوان تو أما تاسي وحي كنتي مركي هالك اللقاء أنبغاضي قولوا إني قوبك عيار إيو أي محقها أي كو أمانة نبيك إن محقها لقردي قولوا أي كلا أصمي قولا أنت مرضع مريع عقاران سوى قاتانا ماذا حدورك وعرتان ليس دبق قالوا لقودي هوبي 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 ما أضعي ما أضعي ما أنت ومولدك ماذا أقول ومولدك أنت استبق قالوا قابوا أخرى قولوا ولي سغائنا عمرتان شاحب 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 ما أضعي ومولدك ماذا أقول ما أنت مولد اللي جوغا إن قلب إلا عب وحكا إلهي لما أب قولك النصارى إسكا إلالي وحكا لما أبو فسحان تهل قاعدة أسيكا أنبقى إسكا دي بدي ستمر إن وحانا جيرا قفكو مركو اللبضة وضمت قفصادو وضادا سنة إيميت كمبتدعا وحكا لما السلام وضادا سوكوس وكريمهان وحا السلام وكدا الدقاء وفهم وحكو عبرا ومدي كوس وكرم وعكت سارع قفك هدوء بدعاد الله قفصده سنده ومدى دانتو سكست الله وشيه هرعت مالين عد مالين تعد مأركو إن إساس تهي نبي قوات المامي صلى الله عليه وسلم حديث في إمام أحمد أبي داود غير ما يسوه صارين نبي قوات المامي صلى الله عليه وسلم وحا صوبح دون قوم تتجارى بهم الأهواء أي لصعون يسوه هويالك كما يتجارى الكلب بصاحبه عذر ككلب كليه وعذر سيدا وقفضه قفك جيركيسا وحبين كستا إيه كالقويس كستا وقلو مركي عبد الله بن سبا ونين يهودية أها أيا وقضتك قاقو شرحي إذنكو علي بن أبي طالب وآل البيت آل البيت كان لجعل هذا ودين مركا جعلك سوين لقى رنشيقا سيقوا دين مركا وحي كان رنشيقي وحلتكي وأن كتاب كقصة لسنين إن يرادان أنت هو علي ومركز سوء علي أنت هو محد ولجدين وحن ولجدنا أنت رب العالمين والرازقنا ساسا ولجدنا هنا أنت سواقب تيري هل الله يسكى سمرك الله الله أودي أي كدي دين وحير الضب إنت الله الشدها الوقر مركي ضبك الوقر أي قصة إنت قليلا دين هدى بأغنى إله تا وديس العذابة وابا طب هدى وديس العذابة إن الإله تعالى حقيقة ساس وركل مصلى دليل آيات قرآن حديث مصلى إن ساس تهاي وركي هذا علماء قارقود أي شيئين نين ليرى يسري جبري ليرى أو هذا جوجا أو دوب وين حرتوا ليرى علماء أزهر هو وين كمدين أيه وقول له سو استاجي وحيري والله هدي النبي قل له لا صلى الله عليه وسلم هاحتفال لنا أو هود بالدقينا مالين تي آن بشيء والله كما يلنا لا احتفلنا ما بكيلنا وحنا نؤركي لهين حقي سوك التنازل يوم واسكا قابي مركا حقا وكحي الشوضي أسوي أنك حقي سسينا ما كدا دقا يا وحكا لك انت اسا كدا دقا قف وحلا قرها ومركا أضرارتا كالطلاتي إن فكري نوع عاسها إيه أها عقلي قاقا كسعو نبي قانا واجع الشهي أمان وحيد الشيء قفل بابا إنه سميست أمان وجوني أو هبلهم مت سميستان أو رجهم مت سميستان أو ويلش مت سميستان أنت لسميان كان هبلها وقف عام سوته أيقو شركة مدرسين في تراضي وحقوق لغني هاي كتب تشرك أنا ما أغريان أيقو سو ما هيك عبيران مسكحه ولا وحلا في عام محبة الرسول كاي مرتايو إن النبي جي مقدان مودية أنت سيكون تجري أيقو ها نبي كجعل كيسا يكون مرتمركا إنه مقدام مودة تربية كافرين أيقو مركا شركة مدرسي حتى هذا شركة كوه الله ووحي أضيال كقاتل أيقو من الدراسية مركا أغريان قدرت لكن فسح سوى سوق جاره وحالي قفول بابها أمان النبي سورة من هو أمان مهما هي إليه نبي الله أفكي إني والبا أفكي سكوه أمان ها طبعا هذا نبي أمان اللغة هذا كوه أمانه تاسي أولي جيدا أيقو لكن إني والبا أفكي يا نبي الله نقول بقى في سكوا أمان نقول بقى هل كاسك بحش هل كاس وجوكتان ويسامستان مك أيضا ميت أف سوماليا ومعنيه سأي فهم أيان أو قاركيس أي سحية يسامست إيه قال هذا كرهم أيه وشركة إياه مقيس كاس درس ولا
وحن مركب قصو جم الجبينة أضرارته كطلعتي كون نبيه صلى الله عليه وسلم إلهي وحوصه صاري إنه ضدك الشركة جهلك نفاقة وكساره أو أساره نور العلم والإيمان والتوحيد إلهي سبحانه وتعالى الألف لام راء كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إن ضدك كسر صارته ظلمات نور أسارته كتابك الوصول دجيه إمام المورد وعيري فيها أربعة أوجه أفر وجه كجرتوي وجهك معناها آيات ظلمات كلها سارة هي نور كلها سارة منها أن يخرج من البدعة إلى السنة ومنها أن يخرج من الكفر إلى الإيمان ها ساس الله سوصار هذه أمرك نبي الله سوصار إن ضدك كفر إلى شرك كلا دقالمه ضدك أنا أعلاني أشيغي دنبي إلهي اللي قالوا إن شرك أويهي سيد أويديي أحد الصحابة عبد الله بن مسعود أي ذنب أعظم أي ذنب أعظم رسول الله ذنب إله لقى قال كأبوين نبي قال أشياء صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقه كساس كوي ذنب إله لقى قال أبوين إله إلى الشريك أصميصه مركو كأبورا كليس كأبورا عدنا مع عيدان سن مركو واحد جرى كادقي إن العدك للعابد مركا dambigii uu ka digay dunuubta nabiga ka digay kii u weynaa ayadoo magaca nabiga lagu hirgelinayo in la yiraahdo ya akramal khalq mali man aludu bihi siwaka inda hulul hadith al amami in lagu amaano shirki meesha ugu dambaysa in nabiga maxaa lagu amaano ayadoo magaci nabiga lagu hirgelinayo shirkigeena loo taagan yahay waxay tahay jinaayo diinka islaamka laga galay nabiga lagu khilaafay sallallahu alayhi wasallam دينتي سلوكو ما جحابينايو فالحماء المسلمين تقبنوا لكن جرته إلهي كسب طبيعي بيدعو مركي الشركة اللي قصوا تقدر دنوب تقوى وين إلهي اللي قف قادو أي مال سر وجرته بيدعى هذا مركب موليد كجرته أنا حدث ولا حرج سئل جري ووح عن تربيلا تربيل أهو مركب هذا موليد كحقيقة اسمه الله صلى الله عليه وسلم وأسلوب من أساليب الارتزاق ودريق لغو قرابته ورق حريفينه أي أقام بذي دريق لغو قرابة لها لون أي مؤها أي صوهلين ومدعو قد قرابة عن واي دينك أصل كمالها